خطوة كبيرة وجريئة باتجاه استعادة الدولة ومؤسساتها وتطبيع الحياة وطمأنة المواطنين والموظفين على حد سواء بافتتاح فرع البنك المركزي اليمني بتعز. يا شباب جاهزين خلاص. من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وبحضور مدراء البنوك والمؤسسات التجارية. فتح البنك معناته ارتباطنا بالحكومة. يجب على أي واحد كان يجبي أي مبالغ مالية بدون وجه حق وخلافا للقانون من اليوم وصاعدا لا يجوز إطلاقا ولن نسمح لأي شخص بجباية هذه الأموال. هذه الأموال ستدفع إلى البنك المركزي من أجل تذهب في الاتجاه الصحيح. الوعاء الرئيسي للإيرادات المختلفة بدأ بالعمل وفتحت أبوابه وسط ارتياح كبير من قبل المواطنين الذين تجمهروا تأييدا وفرحا بهذا المنجز الذي استطاعوا الوصول إليه. كل الموارد المحلية والموارد المشتركة والموارد المركزية ستورد إلى الحسابات المختصة في البنك المركزي. هذا سيعطي دافع كبير لتحصيل الموارد بدلا من نهبها وضيعها في كثير من المناطق. البنك المركزي عودته وافتتاحه اليوم يعني انضباط الحركات الإيرادات المالية للدولة والحسابات الحكومة توحيدها مما يعود على ذلك بالأثر المالي والازدهار المالي والاقتصادي في وحركة البنوك في تعز بإذن الله عز وجل. هكذا هي تعز وأبناؤها يحبون الدولة ولا يرغبون بالعيش إلا في ظلها وتحت رايتها. ومثلما فتح البنك اليوم واستعيدت الكثير من المؤسسات وبدأت بالعمل فستسير الحياة نحو الأمام وستنتهي كل المشاكل والقلاقل وسيبسط الأمن وستعود الدولة.